اللهم جيبك يا طولة البال. احكي احكي، طلعت روحي. أخي من آخره، أنا جايب لك زبون لبيتك اللي بحارة الضبر. منو هالزبون بقى؟ ما حدا غريب، مأمون بيك. انا بطلت بيع البيت، ما قلت لك الحكي؟ أنو حكي؟ هاي الحكي مزبوط عقيد، عقيد مأمون بيك سألني إذا حوالي بيت مرتب بالحارة ومحسوبك، وصفت له البيت اللي عندك يا قام عجبه كتير، قال لي هذا هو، وشو بده أبو النار أنا جاهز بندفع له، إيش منه هذا الزلمة ذكرته قبضاي وبيستاهل، فشو رأيك عقي؟ أخي أنا طالب بالبيت 400 ليرة، ليرة تنطح ليرة، نير؟ شو هذا عقي؟ اللي ما بده يجوز بنته بيغلي نقدها. مو عم تقول مأمون بيك بيدفع لي بدي إياه؟ يجي يدفع لي اللي طالبه، وألف مبروك عليه.